اكتر واكتر. معانا النهارده ست انا شايفه ان هي صانعه وطن، الحاجه زينب. ايه رايكم نشوف التقرير بتاعها ونرجع تاني نشوف سؤالنا على الفيسبوك وهي فعلا صانعه وطن؟ الحاجة زينب وكنا سألنا عليها، وأنا كمان عايزة أعرفكم عليكم. صباح الخير يا حاجة زينب، إزيك؟ عاملة إيه؟ إزاي صحتك؟ عاملة إيه؟ إزاي الولاد عاملين إيه؟ كويسين؟ سألنا كده على حضرتك، وبعدين حبينا نفرحك ونعمل لك حاجة كده إن شاء الله تسر قلبك وتفتكرينا بيها بالخير. الأول عرفي بقى المشاهدين بيكي. مدام زينب سهير نبي. اهلا وسهلا. ولادك الاثنين اسمائهم ايه؟ حماد عنده 11 سنه وملك 10 سنين. ربنا يخليهم يا رب. بيتعلموا؟ في التعليم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب انت بتشتغلي كل يوم ولا يوم ويوم، ولا احكي لي كده يعني شهرك بيبقى ازاي؟ لا انا بشتغل باليوميه، يعني ايه اللي بيطلب باليوميه. يعني مثلا بشتغل يوم مثلا ب 50 جنيه، يوم ب 40 جنيه. في تنظيف مثلا، ومثلا اللي بيطلبوا لي في الطبيخ، وفي بمسح سلم مثلا. تطبخي حلو يا حاجه زينب؟ يعني عادي. وفي مثلا بمسح يعني سجاجيت وكده، على حسب ايه الناس ما بتطلب مني وكده. ربنا يقويكي يا رب، ربنا يقويكي. طب انا قلت بقى النهارده احنا برنامج علامه استفهام وقناه الناس، حابين نفرح حضرتك ونعمل لك شهاده امان. سمعتي عليها قبل كده؟ لا والله. ايه بقى دي شهادة أمان دي بقى يا حاجة زينب؟ بتعمل إيه؟ حضرتك لو بعد الشر لا قدر الله اتصابتي بتصرف لك معاش. يا ريت والله. يعني أكيد ما عندكيش معاش. عنديش؟ لا. طيب اتفضلي حضرتك. وكمان احنا لو حضرتك احتجتي كمان لا قدر الله يعني حصل حادث او حاجه بيصرفوا لك برضه تعويض كمان. دي الشهاده بتعمل كده. وكمان حاجه ثالثه، ربنا يديك الصحه وطولة العمر، بعد عمر طويل الولاد بيصرفوا قيمتها بالكامل. والله ربنا يخليك يا رب. مبسوطه يعني فرحنا حضرتك قوي قوي. ربنا يخليكوا يا رب. الحمد لله. شوفي بقى الشهاده حضرتك، قولي لي كده انت بتقري يا حاجه زينب صح؟ احنا لازم بقى نعلمك محو اميه، بس هي دي الشهاده بتاعه حضرتك. والف الف مبروك وشكرا لحضرتك، وسعيده جدا ان انا قابلت حضرتك. شكرا لحضرتك. اشكرك اشكرك. انها حقا صانعه وطن فعلا. الام اللي بتشقى وبتتعب ويوميتها بسيطة جدا، والأب اللي بيتعب وبيربي ولاده وبيدخلهم مدارس وبيحسن مستواهم الاجتماعي، طبعا يعني يا ريت حضراتكم فعلا تساعدونا في المبادرة ديت، وكل واحد يقدر يعمل لحد. على فكرة تمنها بسيط جدا وممكن تعملها لأي حد وبمنتهى البساطة والسهولة. ودايما ابتداء من الحلقة الجاية هيبقى في معانا حد مسؤول هيعمل مداخلة ويوضح ليه اللي عايز يعمل الشهادات لأي حد، لأن دي مبادرة رائعة جدا ولازم كلنا يعني وداخلين تاني هقول على أيام فضيلة فنقدر فعلا نساعد بيها أهالينا وحبايبنا اللي هم مننا. طبعا